فرأس وزير النقل واللوجستيك السيد محمد عبد الجليل بالرباط حفل تسليم معدات للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني مخصصة لتعزيز السلامة الطرقية. العدد ديال الرادارات المحمولة 120، أيضا كاين سيارات رباعية الدفع أكثر من 60 وحدة اللي غادي تستعمل التثبيت ديال هاد المعدات ديال قياس السرعة، وأيضا واحد العدد مهم ديال الدراجات النارية بالنسبة لفرق الشرطة. المعدات تندرج في إطار تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطرق داخل المجال الحضري وتوسيع حظيرة أجهزة المراقبة الطرقية وإحداث وحدات متنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري. الهدف ديال هذه الوحدات المتنقلة هو رصد المخالفات اينما وجدت، وبالتالي ما كنبقاوش غير بالضبط في هذاك المكان ديال المراقبة اللي كيكون فيه جهاز الرادار او كيكون فيه واحد العون ديال المراقبة، ولكن هادو كيبقاو يدورو في المدينة في المدن اللي خاصة في المدن الكبرى من اجل رصد كل المخالفات ديال قانون السير ويعني الزجر ديالها. الهدف ماشي هو الزجر، ولكن هو ارساء واحد السلوك اللي هو امن داخل الحواضر ديالنا. وكان وزير النقل واللوجستيك قد ترأس قبل ذلك أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث تم تقديم تقرير حول أنشطة الوكالة وحساباتها برسم سنة 2021.